أصحابه حوله كالدرر تنام المعالي على طرفه. محترم حضرات، اب ہم شعبہ اولا کاروان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانچویں مصاحب رستم حالول کا نام پیش کرتے ہیں کہ وہ آئے اور بروایت حفص عاصم من طریق عبید بن صباح ترتیلن تلاوت کلام پاک پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أحسنت زينت ما شاء الله. ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له بارك الله فيك. باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يا سلام. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم
الله 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 وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله يبارك فيكم. ما شاء الله. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. سبحان الله. ما شاء الله. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار. سبحان الله. الله أكبر. بارك الله فيكم، زادكم الله علما وفنا. هي مولاكم وبئس المصير. يا سلام. هي مولاكم وبئس المصير. أعاذنا الله وإياكم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قد آن وحان. الله أكبر. وفقنا الله أجمعين. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يا سلام. وكثير الله. زيند وأحسن 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 وأحسن. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الله. اللهم
اجعلنا من عبادك الصديقين والشهداء